السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك يا عواد يا ابوي؟ حياك يا عواد، حياك. ايش الاخبار؟ الله يبارك فيك. والله يا اخوي انا بواحد شاي يمز الناس حقي. الناس حقيقنا خلاص خلاص بتفجن. مش داني من شو هذه الخلمه الغريبه. والله كلامك صدق يا عبد، كلامك صدق. ما نحن دارين ما فينا، ما نقدر نبدا اليوم ونشتغل الا لازم اول شيء الجلاس الشاي حق مخك. هوب هوب. ايش في؟ غير ما تلقينا احنا شيء مو ريض في الشاي. ايوه الحرامه حقكم، بس ما تقدروا تعلموا. لا تخاف يا ابني، ما يضحكوهم. يا بايرني عملنا ثلاثة شاي انت معك. قصروا احلى ثلاثة شاي. يلا حبيبي. لكن جد ايش سوي الشاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا، كيفك يا انور؟ الحمد لله، الله يحفظك يا استاذ شكري. الحمد لله. الحمد لله. ها كيف عاد سويت موضوعك اللي كلمتنا عليه؟ الحمد لله، يعني ربك وفقنا وبدات احقق اول احلام. يا سلام. الله يسلم عليك يا سلام. ايش هذا الحلم اللي حققته يا انور ابني؟ واخيرا يا جماعه، اخيرا بعد اعلان طويل قبلت في شرطه المرور. في شو؟ شرطة المرور. ما عندك مفنح في شرطة المرور؟ قل بالنافذ في المصافين في شرطة المرور. أقول لك شرطة المرور يا عبد، شرطة المرور. بعدين النادي هنيك من صدق يا جماعة الخير. أنا ما كان يقول عويني استنشقني وغاهم احنا مو نقعد مبعثنا ومشاق الله. عبدو خلي الولاد حالة ولا تكسر مقاديم وانت كبار. طيب يما وانت معالك ما حصلت الا المرور تتوظف فيه. لا يا مرور الحضار، الحين انا كنت ساني عبد الله قاعد اخلص منه، خلوا الولد حاله. تعال يا مرور، تعال اشرب لك شاي معانا. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. سلام سلام يا معوض. حصلنا مستعجل بالذات ليش؟ لانه اليوم اول يوم دوام. اها من اول يوم يعني. ايوه بالضبط. بعدين كمان يا جماعه عندنا اليوم ليش؟ يوزعون احنا التدريس حق المرور. اه اشيل حقلي بدلات عشان ما تكملش البدلات بعد ما بلاقش على مقاسي. بتناقي على مقاسك؟ انا في دوام بتحصل فيها بالعيد. اه يقول لي عبدو الله معك الله معك. روح يا ابي، روح بعد حالك. الله يسلمك. وفق ان شاء الله يا ابي. كان ذي الولد فرحان بالوظيفه حق المرور دي. وين؟ اوه يا ابو الحبار، يا جماعه كيفكم دارين وعارفين انه انور متاثر بابوه كثير، وابوه كان حاجه كبيره صدق. ايوه ويشتكون مثله يا جماعه. اه ها على ابوه والله. ايش على رجال كمان امان الحافه كلها تشهد له. الله يرحمه. الله يرحمه. اليوم يا فهيم اتخرج في الملك الشاي ساعه صفي الخلاصات. حياك الله يا معوض. حياك الله نور ابني. ايش ذي الحلاوه؟ ايش ذي خفاعك ولا ايش ذي القسطه اللي سلام سلام يا معوض. سلام. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش الحركات؟ ايش الحركات انور؟ من فين جبت البدله؟ نسينا يا حميدو. عادي في عقبه تلحق القوات الجويه نجيبها لك. مالك يا عوض تتلاكى عليا؟ ما انا وانت بتهدرها هدرك من الناس. خلاص يا جماعه مالكم، حصل خير. يعني بدك تشتغل بالمرور؟ ايوه. هنيالك شو بدي الشغله؟ في بهابر من هنا على كيفك. لا والله الراتب مش لهناك، لهناك. مش الحال؟ راتب؟ ماله يا عوض تفرح؟ مالك منه يا مرمي؟ روح عليك روح شوف لك مالك منه هذا. خير في حاجه عم؟ لا ما فيش حاجه، هذا معاه ترى فاضي. تحرك. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. ربنا ان شاء الله يوفقك ببابور حمول محمر كله بضاعه يدخل له انتري. والله مشت معك يا انور. اصلا اللي مشت معه خذوا هذاك الرجال، يقول لك راتب قليل مش كذا كذا. ها انت كمان ما تقتلب لي الهبال اللي ما تدريش قدك داري من اصحاب المرور لا اقول لهم زاد ناقص من ذي المخالفات اللي مسكوني بحق ومن غير حق. والثانية أكثر. لا بس أنت تعرف إنه أنور ولد محترم ومؤدب مش حق الحاجة. ما أنا داري إنه محترم، حق لك إنه مش محترم، بس الحاجة عادي يعني كم يلاقون كم يلاقوا لاقوا فتافيل. وبعدين حق المخالفات البيسة هم ولابة من الحكومة. يا أخي أنت إنسان غريب أمانة، كيف تحلل الحاجات بطريقة غريبة. لسه الدنيا بخير. انا بحب الغل عليك. يا بابا قص قص عصا.
مالك؟ صورتنا صورتنا ليش شفتها بهديك يا مرح؟ لا عارف اسمع صورتنا مش صورتنا بليد يعني صدقتنا حميدو اسمع ربي قابك ربي قابك يا حميدو ليش؟ وش تكلمك؟ كلمني مليه بلا قوم وش تكلمك بقى شي خبال وش حتسمع يا حميدو صحيح يا انفراد عب عليك خير خير معنا احنا شغلة لو طبقناها بتخرب لنا احنا مقلوم هنا يا حميدو مليش جينا سمعنا معنا احنا سيارة نشترق لنا يا حميدو ها بدكم ترقوا سيارة على ايامنا كلنا رقم بنات حميدو العبط ده حقك مش مليح تمام اقول لك معنا احنا سيارة مهرب نشترق لنا يا حميدو ها وكيف السيارة على تستاهل عب عليك يا حميدو ابو كين بس انا بكلم كثير شوف ما لو ليش انا قلت لك انه رقمه حلوة يا حميدو اسمع اعتبر موضوعك ناجح وما نتواصل حميدو الهدرة دي شو ما تشبعش با عليك معك حميدو ايه بشوفك يا حميدو واصل واصل كيف بالعقول ايش معك الطوس يا حميدو ايش معك الطوس لا لا فين بالعقول ورد الساعة الحين الآن أنور أيوة أنا أقول بالشغل الآن لأنه لو روح هذا أخذ من هنا يعني لما يروح ضروري يقزع من هنا أيوة بيتهم هنا هكذا وأنا براعي له لما وصلت شتيه وانت ايش لك؟ ايش لك؟ ليش تكشع راسك بين التسود؟ نحن اثنين صعب بعض، انت ايش دخلك بيننا كبربر؟ يا فهيم تعال واجي واجي يا اخي جيب لي واحد بالنص ليش كم شرب؟ وانت ايش لك الطبازة؟ اشرب اللي شي، جيب انت ساكت اشرب منك، انا من بقية اهلي ينصح لنا العنبة شرب هارون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنور أنور تعال تعال في الريح مالك فين باب الريح روح البيت الله المستعان تقزع من جنبي نشرب شاي تعال تفضل معي اشرب سامحنا اليوم أنا تعبان وضيق وشي روح البيت ارتاح والله العظيم إنك بس شرب معي خلاص خلاص أنا حلف يا فهيم واحد شاي بالله وصل وصل حياك حياك يا أنور كيف حالك هذا الشاي لك يا حميدو ولان أكبر واحد شاي للأفندم أنور سلام سلام يا فهيم قل لي كم مسوي بالشغل؟ ايه ايش اقول لك؟ الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس ما انور كنت ايش اقول لك؟ السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ايش جابهم ثلث الساعة؟ كيف حالك يا ابني؟ كيفك؟ كيف الايام؟ تمام بخير؟ ما شاء الله ما شاء الله امانة البدلة ها تمري مراية فقط ها ها البدلة ما قعد زينة الا بكي انور ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه الخير شخصيه زي ابو الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه لو كان هلا ما بقبلش بالوضع هذا كيف ها ليش مش خير ايش فيني انا انخدعت خدعت خدعت بو خدعت بكل حاجه بكل حاجه انا انخدعت فيه واول حاجه انخدع فيه البدله دي ليش ما قصش على مقاسك طالع من هنا قول ايش في خير ايش اقول بس ايش اقول اليوم انا عادي رحت الدوام زي اي يوم فجاه يزعلون احنا على المناطق طرحونا بالجوله دي اللي بربنا الحافه شفتوا شفتوا لنا دعوتي ما تنساش الارض جابوك بالجوله اللي فيها شاحنات من هنا شاحنه رايحه وشاحنه واجيه شاحنه بس قلنا مالك قلنا يا ابني كمل وصل وصل وجابوا معي واحد ثاني جنبي في الجوله المهم قزع السياره ومسوي عاكس وانا شيء بديهي اطلع مخالفه حسب اللوائح صح انا خرجت دفتر بقطان المخالفه بس هو على طول خرج لي الفلوس شيء هبلي وانا حتى ما قصت كلمه واحده وشليتي وبعدين يا حميدو مو همو زيك يا قلك همو وايش حصل بعدين ولا حصل شيء صح فوق السواق وصممت اني اطلع مخالفه وفجاه يجي صاحبي مسكنا من يدي ويعتذر لي السواق ويشيل الفلوس منه كده ببساطه انت كانك كده مستغرب واحد جديد ايده يا جماعه صلاة العصر متأخر لعبوا الصلاة صلاة ايش؟ العصر صلاة العصر هناك أنا الآن جينا من المسجد حق العسقلاني صلينا حاضر يا حاج حميدو معايا بتخلصت صلاة العصر معايا قسنا عيلونا صلاة المغرب اسمع يا ابني يا أنور لا تأخذ الأمور بهذه الحساسية يحصل مثل هذه الحاجات انت رشي الحياه تمشي يا ابني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالكم يا جماعه الحمد لله كيف حالك يا ربتي والله تمام الحمد لله كيف مهيوب ماشي الحال الحمد لله امري لو سمحت يا معوض
عبي لي هذه الدبه شاي ملبن. ولا يهمك، تعالي هنا. يا بني هاي يا مود، تعال شيل الدبه حقك وين وعبي لها احلى شاي ملبن. واصل واصل من عيوني. يلا يا كيف حالك يا بنتي يا نقوين؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله. اي خدمات من عندنا؟ شكرا ربنا يرضى عليك. اوه 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 شوفوا من هنا مرور. شوف نحن ما دخلناش من تري تمام، وش يجي بعدين تفعل نحن مخالفه؟ حق يا بلا ادب. تخافش يا ما قابلوا زاد ناقه شو بيمشينا هنا. لا لا يا مروه امشي الان روح البيت ماني بوريك. مالك يا ما امشي مشيت نفسك. ايه عفوا يا انور امسح هذه المره فوقي. ما فيش حاجه اجت على الجهل. مع السلامه. الله يزيكم حافه دبور طيرتم رزقين. اشرب لك قناص شاي كذا فتح براسك. الله يحفظك الله يحفظك. مستعجل بروح الشغل. ها ايش من شغل؟ فين ادريس؟ فين ذيك الشياكه؟ فين الاناقه حق نور؟ ادريس والاناقه كله داخل الكيس. ليش ابني؟ ليش ليش؟ انا خلاص هميت الناس وخاف من النكاح حقه. معلش ابني معلش الله يعينك. جميعا ان شاء الله خدمك. الله يعطيك الصحه. الله مع السلامه. نور نور يا اخي تعال تعال. صدق اول ما شفتك قزعت من قمي سيرت حق الكشف وقيت لحقتك. قل لي ايش عامل بالشغل كيف حالك؟ يعني تمام كل شيء تمام ماشي حاجه؟ الحمد لله كل حاجه اكيد يعني تمام ماشي. مالك يا حميد ايش؟ حلو حلو المفتاح لك. بدخل لك بالموضوع من شغلك كده بسيطه بتكسب حالي الدنيا. ايش هي؟ انا بقول لك ايش هي؟ سياره من هنا وصاحب الشيء القمه رجال شيء يمشي لها بنظام. طب انا اروح اعمل على الاوراق ايش اللي مراعي؟ لا انوار خليه يفتهم لك. مالك يا حميدو خلي كلامك واضح صريح هالشيء. انا بكون معك واضح. السياره حق الرجال مهربه ويشتي ايدي امينه عشان تساعده وما فيش واحد امين عرفه الا انت. انا عاد لازم اكون امين. ها ضروري ده الشرط الاساسي انه يكون واحد امين. اي انا اقول لك تحرك من جنبي قمبقه الادبي وما ترجع لي. بس لا تغش ادبك اترس لك العافيه. اقول لك انت شيء انا مش ماشي قاس برضه الحكومه. اي انا بوريك. اسمع اسمع صح. وبعدين مش بس عملك هذا اللي فيه هذه المشاكل، الاعمال الثانيه في بازي هذا وافضع هذا. صحيح صحيح يا انور. الله يا نور قاعد يلا شو لك يسحق من النار. يلا اسمع اسمع يلا يا نور شو لك يلا يلا يا نور يلا 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 يا ابني يلا شو لك يسحق من النار. تعال 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 خرج الدرس من النار خرج الدرس من النار. هي نعم يا انور انا نفذ ما خلني يلا بس الدرس ايوه بس ريزه ايوه يلا يلا ايوه بس انا قلت لك بس ريزه وروح شغلك ولا تستحيش وخلي الناس كلها تدق رؤوسهم بالقدا. ايوه ها يا سلام يا ابني ولا ابو بس في حد كبير يروح الحبه راح اقرص لك العافيه شو اللي زاد ناقص. ادب يا رشي انت لنا هيا شفتوا 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 هيا قولوا لي قولوا لي بالله عليكم قولوا لي من فين اشتري الاحترام انا من فين؟